بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 104 حول أزمة الخليج. هناك كما تعلمون من قوله عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية وهي مسؤول، والعبد حتى هو راعي ومسؤول عن رعيته إلى آخره. فالحاكم مسؤول عن رعية كلها وهو الحاكم الأعلى. فمن افتتان المسلمين وانصرافهم عن نصرة رب العالمين أنهم يهتمون بغيرهم وينسون أنفسهم، خلاف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فنجد كثير من الشباب المسلم كأفراد، ونجد كثيرا من الجماعات الإسلامية دأبهم والحكام أنه هذون كفار، هذون لا يحكمون بما أنزل الله، ولو نظرت إليهم لوجدتهم كالحكام. لكن سلطة الحاكم بلا شك أوسع، ودائرة ظهور عدم حكمه بالإسلام أيضا أوسع من حكم هؤلاء الأفراد على أنفسهم وعلى أهلهم. لكن مع ذلك هؤلاء لا يطبقون الإسلام الذي يعلمونه. لماذا؟ لغلبة الأهواء على نفوسهم. فهم إذن مع الحكام في الهوى سوا كما يقولون. وأنا أريد أن أذكر بحديث نقتبس منه العكس الذي نحن الآن في صدده. كما أنه الحسنة تتضاعف بسبب قلة المتوفر منها في يد المحسن، وتقل قيمتها بسبب كثرة وتوفر الحسنات عنده، كذلك أنا أقول إذا كان مسلم مسؤوليته على نفسه هذا أهون من أن تكون مسؤوليته عليه وعلى زوجته، وهذا الثاني مسؤوليته أهون أن تكون مسؤوليته عليه وعلى زوجته وأولاده، وواحد له 5، واحد له 10 إلى آخره. فكل ما قلت الأشخاص كل ما خفت المسؤولية، فإذا خفت المسؤولية تتضاخم المسؤولية في التقصير فيها، والعكس بالعكس تماما. ما هو هذا الحديث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: هذا رجل عنده درهم فتصدق به، وذاك رجل أخذ من أرض ماله 100,000، ما حس، ما كثرت العدد، ما حس بها الكمية التي تصدق بها. أما هذا الأول ما عنده غير الدرهم فتصدق به، فهذا أجره أكثر من ذاك. أنا بقول الآن قضية هكذا بس لطرف مقابل: نلوم الحكام لماذا لا يحكم بما أنزل الله ولنسى أنفسنا، ونحن أن نحكم على أنفسنا وعلى بعض من يلوذ بنا أسهل علينا من أنه أن يحكموا البلاد كلها على الإسلام. خلاصة القول كما جاء في الحديث، وهو أيضا حديث ضعيف السند لكن هو حكمة: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. إن كنتم صالحين
تقيمون شريعة الإسلام في نفوسكم يحكم ربنا عز وجل عليكم من يقيم شريعة الله عليكم، والعكس بالعكس تماما. إذن الجواب واضح، يجب أن يكون هناك جماعة جاهدوا نفوسهم في الله حق جهاده، وتجمعوا على هذا الأساس بره من الزمان، والتاريخ يعيد نفسه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يستعدون ليس للهجوم على الأعداء، وإنما لرد اعتداء الأعداء. هذا معنى التاريخ يعيد نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأ القتال مع الكفار، لكنهم بدأوا مقاتلته عليه السلام، وما قاتلهم إلا بعد أن استعد لمجابهتهم. وهكذا ينبغي على المسلمين أن لا ينسوا أن قول رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أن هذا مبدأ عام يشمل كل تصرفات المسلمين جماعات ووحدانا حكاما ومحكومين. ولا تأكل بيدك الشمال يا حضرة الأخ. المهم، فهكذا التاريخ ينبغي أن يعيد نفسه. نحن لا ينبغي أن نفكر الآن بأن نهاجم البلاد الكافرة المحيطة بنا قريبا أو بعيدا، وإنما ينبغي أن نفكر فيما إذا اعتدي علينا هل نحن هيئنا أنفسنا لمقابلة الاعتداء بالمثل ورده على أعقابه. المسلمون ليسوا كذلك، وهذا هو الواقع. اعتدي على الكويت، مصر بيدر يعملوا شيء، خافت السعودية أن يعتدى عليها كالكويت، ما تريدون أنه يبعثوا جيش على الحدود على الأقل، رأسا كان الجيش الأجنبي الكافر مهيئ هناك. إذن يعود الأمر إلى هذه الكلمة الإعجازية، إن تنصروا الله ينصركم، فما لم ننصر الله فلن ينصرنا، إلا أن شاء الله، هذا فضل من الله بعد الثاني. لكن ربنا يقول سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإذا المسلمون ما أخذوا بأسباب النصر من النوعين، الأسباب الروحية كما يقولون اليوم أو المعنوية، والأسباب المادية، فسيظلون كما هو واقعهم اليوم، أذل الأمم التي كان يضرب بها المثل في ذلها، ألا وهم اليهود. أصبحنا الله أكبر نخجل أن نسميهم اليهود. شو نسميهم؟ إسرائيليين. السياسة المنحطة للدول الإسلامية وصلت إلى هذه المنزلة. لا نسميهم باليهود، نسميهم إسرائيليين، يعني منسوبين إلى إسرائيل، يعني إلى يعقوب عليه السلام. ثم تصدر بعض القرارات في بعض الدول أن لا تذكروا اليهود والنصارى على المنابر، كيف ينصرنا الله؟ نعم؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع الرغم من صراط الاستسقاء الذين يقوم بها، مع العلم أن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين أي جماعة كانت تطلع كان ينزل المطر مباشرة. أي والله، فرجاء أسباب عدم نزول المطر، لأن هالجماعة غير ذيك الجماعة. شو بدك تعرف غير إيه؟ سؤالك هذا
يذكرنا بالأدلة الأساسية لعدم إغاثة الله عز وجل لعباده المسلمين، وما أردت أن أقول لعباده المؤمنين. حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قبل أن أتمم الحديث قراءة أريد أن أذكر: كلوا من الطيبات، أنتم الآن تأكلون من الطيبات، لكن ليس هذا المقصود من الحديث، مقصود من الحلال، كلوا من الكسب الحلال. إن الله طلب من عباده المؤمنين ما طلب من عباده الأنبياء المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال أبو هريرة: ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذاك؟ عرفت بقى شو السبب؟ اليوم أكثر التجار يتعاملون بالحرام، ليس فقط في الربا، الله أعلم، الله أعلم هالمجموعة هاي يمكن يوجد واحد أو اثنين، يمكن نقول يمكن يكون واحد اثنين من هالمجموعة يقول: أنا بعرف تاجر واحد أو اثنين ما بيتعاملوا مع البنوك، أو يمكن هدول مو موجودين. شايف المصيبة قديش واسعة؟ التجار كلهم الآن، وكل ما كانت تجارته واسعة كل ما كانت معاملته مع البنوك واسعة. إذن كيف يستجاب لهؤلاء ومأكلهم حرام ومشربهم حرام وملبسهم حرام وغذي بالحرام؟ نترك التعامل مع البنوك مثل ما حكينا آنفا، لا تبيع ما ليس عندك، ما له علاقة بالتعامل في البنك، لكنه يخالف الشرع، يبيع ما ليس عنده، بغش، بغدر، إلى آخره من المعاملات المخالفة للشريعة. إذن سبب عدم استجابة الدعاء أننا نحن لسنا أهلا لاستجابة الدعاء، فماذا علينا؟ أن نتعاطى أسباب الاستجابة. أسباب الاستجابة تعاطيها هو الجهاد بالأكبر الآن، وهو أن يجاهد كل مسلم، كل في حدود عمله، نفسه ويتقي ربه في هذه المعاملة، فلا يكسب إلا الحلال. حينما تكون أغلبية المسلمين هكذا، حينئذ بروح العاصي بشفاعة المسلمين الطيبين. الآن القضية معكوسة، بروح التقي بشؤم إيش؟ معصية الأكثرية الساحقة. فهذا هو سبب عدم إغاثة الله عز وجل لعباده المسلمين، وهو باختصار إعراضهم عن تطبيق أحكام الشريعة في نفوسهم.
ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سبيل الرشاد. تفضل يا سيدي الشيخ. نعم. بالنسبة للفتنة الخليج الآن، في قاعدة شرعية بتقول إذا تترس الكفار بالمسلمين يجوز قتل المسلمين للوصول إلى الكفار. كيف نقارن هذا القول بقولك أساس أنه إلزموا أحلاف بيوتكم، أساس أنه منوجه أسلحتنا إلى العرب المتجمعين الآن؟ لأنه الآن لا يوجد جهاد. الآن فتنة. وبناء على أنه هذا الزمن زمن فتن، وأظنك أنت مقتنع معنا أن هذا زمان زمان فتنة. ولا ما لك مقتنع؟ فبالنظر إلى هذا الذي نعتقده أن الزمن الآن هو زمن فتنة، ففي زمن الفتن قال عليه السلام كونوا أحلاس بيوتكم. أما ما ذكرته أنت آنفا فهناك في الجهاد، لما تكون في جهاد ورأي إسلامية مرفوعة وتريد أن تقاتل الكفار، ثم هؤلاء الكفار يتترشون ببعض المسلمين، وهؤلاء المسلمون بديل أن ينضموا إلى المجاهدين بحق، فهم يعيشون مع الكفار، وما يجوز لهم في الأصل أن يعيشوا مع الكفار، لأن الإسلام يوجب على من كان كافرا ثم أسلم أن يهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فبقاؤهم في أرض الكفار أولا خطأ إسلاميا، ثم أن يسمحوا لأنفسهم بأن يكونوا ترسا للكافرين المحاربين للمسلمين فهذا خطأ آخر. ولو كان غصبت عنهم يكون الغصب عن تسيس المقدم الأولى. نعم. لماذا لم يهاجروا؟ نعم. إذا كان يعني أسرى حرب وكانت جولة ثانية كويس، يبقى الجواب الأول أنه نعم. هذا في الجهاد. نعم. ولو كنا جماعة تجمعنا على أساس أن نكون إحنا قائمين في الجهاد ولا نكون تحت راية أحد، وهل هذا واقع أم خيال؟ إن شاء الله نكون واقع. إن شاء الله بكرة يصبح دولة الإسلام قائمة، لكن القضية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني بارك الله فيك، يجب أن تتذكر معنا حقيقة شرعية كونية، وهي سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. من هذه السنن الإلهية الكونية قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعدين الجهاد الذي أنت افترضته في كلمتك الأخيرة آنفا، هذا لا يخفاك أنه يحتاج إلى استعدادات جذرية وأساسية وقوية، قوية جدا، تستطيع أنت ولا غيرك أن يتصور، فضلا أن يجعلها حقيقة واقعة ما بين عشية وضحاها. كل هذه المقدمات التي لا بد منها تصبح حقيقة واقعة. لا، هذا ليس من سنة الله عز وجل، وأظن أنت تؤمن بهذا الكلام. نعم. كويس. أنا تكلمت على أساس أنه لو فرضنا أن هناك استعداد من أمد بعيد وجاءت الفرصة، لماذا تبحث في الفرضيات ولا تعالج الواقع؟ يا سيدي أنا لا نعطي بالك، نحن تعلمنا من علمائنا أن الذين يشغلون أنفسهم بالفرضيات ينسون أنفسهم عن الواقعيات، إذا صح التعبير. نعم صح. الله يجزيك خير. وأنا اللي بدي أوصل له يا سيدي إنه إذا توفر جميع الشروط، إذا توفر جميع الشروط اللي تكلمت فيها حضرتك الآن، هل يجوز قتال الكفار الأمريكان الآن في الخليج
وفي بناتهم من العرب والمسلمين المرغمين على الوجود هناك. ما هو شوف القضايا كلها تساق بميزان واحد. لما تفترض ان في جهاد ما بتشوف الفتنة هي فتنة، ولذلك نحن عم نعيش في خيال لا نزال. اول ما وقعت هذه الفتنة كلمتنا اكثر من مرة وفي هناك اشرطة متعددة، في بعضها قلت كان المفروض ان العراق حينما اعتدى على الكويت ان تطبق الآية الكريمة وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. كان المفروض من هالدول العربية الدولة التي يظن أمثالنا من المسلمين أن تكون هي الدولة التي توقف الدولة الباغية عند حدها بأن تحاول الصلح بينها وبين ما بغي عليها، فإن أبت فتقاتل. مين هي الدولة اللي بتقاتل العراق؟ كنا مطبقة ما في، كنا نفترض أنه تكون أحسن دولة يليق بها أن تنفذ هذا الحكم الشرعي هي السعودية، لكن السعودية عاجزة ولذلك استعانت بالكفار، عرفت كيف؟ فهون بقى أنت لما بتتصور نفترض أنه في جهاد، هذا الجهاد بيطلب قيادة صح ولا لا؟ القيادة معناها رئيس دولة، معناه رئيس دولة في خلافه، رئيس دولة مبايع إلى آخره، هذه كلها مربوطة بعضها مع بعض. حينئذ هدول رح يقوموا بالواجب اللي كنا نظنه رح تقوم به السعودية، لكن لا دول موجودين ولا السعودية موجودة، فما على سبوق هذه الفتنة. والآن أخي الشعوب المتحمسة لا تستطيع أن تعمل شيئا إطلاقا، كل جهود فردية بتكون فردية ما تستطيع أن تعمل شيئا. وبعدين ناس معهدون وناس معهدون، وكل مين مثل ما بيقول بعض البلاد بيغني على ليله، شايف؟ واللي بيمثلكم هذه الحقيقة مع الأسف المؤتمرين اللي أقيم في الآونة الأخيرة. ومين حضر المؤتمرين؟ نخبة الناس، علماء هون وهون، هذول العلماء بيمثلوا هالشعوب. إذا كانوا العلماء ضايعين، ناس مع هذا الملك وناس مع هذا الأمير أو الرئيس، فماذا يكون موقف الشعوب؟ هذه فتنة تركت الناس حيارة، وهذه حقيقة مرة مؤسفة جدا. تركت الحليمة حيارة. أي نعم. لابد من حل، يعني ما في حل الآن غير التزام البيوت. ما في حل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وبعدين هذه أخي نتائج طبيعية، كإنسان أهمل صحته البدنية وكل ماله صحته لورا 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 لوصل للنقطة النهائية، أنه طبيب أنه علاج ممكن يرجعه إلى الصحة الأولى، هذا خلاف سنة الله عز وجل. كذلك الأمور المعنوية أو الروحية، لما الإنسان بتم يستمر في الانحطاط صعب أنه يرجع، وإن كان ولابد
مثل بعض المرضى اللي بيصعدوا للحضيض بعدين بقدرة إلهية بيبدأ شوي شوي بتراجع بيستعيد صحته ونشاطه، ولكن هذا نادر والنادر لا حكم له. الله المستعان. جزاك الله خير. تفضل. شيخنا، في التعبئة الجماهيرية للإخوان المسلمين وكذلك الشيوعيين يجتمعوا معا مع الديمقراطيين مع ملل كثيرة جدا، ما شاء الله، أستاذ عمان الدولي طبعا النابلسي وأحمد نوفل وهالشلة، ما أدري توجيه هؤلاء الناس بكلمة منك إن شاء الله. وهل يتوجهون بكلمة من عندي؟ يعني أي واحدة لو كانوا يلتفتون إليها أغنتهم عن أي كلام، وكونوا مع الصادقين. ولا هي مش واضحة شو معنى وكونوا مع الصادقين؟ واضحة بس بدها توضيح. ما لم يقوم الواجب إلا به فواجب. نعم، ما بدخل في باب سؤال أخونا في اجتماع فلان وفلان وفلان في أستاذ عمان، يعني اجتماع للوصول لهدف معين مثلا. يعني مثل ما فعلت السعودية يعني مع فارق النية الصالحة. ايوه، نحن شو بدرينا انه النية الصالحة؟ وهذا لا يجوز ان نتكلم على ناس لا ندري ما نيتهم. لا لا، يعني ونحن لا ندري، نتكلم عن السعوديين لانه ما ندري شو نيتهم. والله ها كيف يعني شايفك هنتك ضعفت هلا ها؟ شايف هنتك ضعفت. لا والله ان شاء الله اني دائما قوي، ولكن لا بس لما ذكرنا السعودية كأنه يعني وقف شوي عن منطلقك الأول، مع أنه هون قضية أشكال، لأنه هذول الجماعة اللي أشار إلهم يا بيعدوا 50 شخص يا 100 شخص إسلاميين يعني، يا 1000 شخص يا 1,000,000 شخص، ولا ما بيصلوا للرقم. نسأل الله أنهم يصلوا. رجعت أنت بتعيش الخيال. وأنا نحن عم نحكي عن الواقع يا أخي. نعم. الواحد هذول اللي بده يجتمعوا في المكان اللي أشار السائل، عم نقول نحن بالتسلسل يا 50 يا 100 يا 1,000 يا 10,000 يا 1,000,000، وتخلي أنت إن شاء الله بيصلوا، إن شاء الله بيصيروا ملايين. لكن المهم، هل تتصور إنه هذا الاجتماع رح يكون من الإسلاميين أكثر من السعوديين عددا؟ لا طبعا. طيب، فإذا كان هدول ما بيجوز نحكي عن نياتهم، ونحن ما حكينا عن نياتهم، بيجوز نحكي عن السعوديين عن نياتهم؟ ولكن السعوديين في ما جاوبتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهيت؟ ما قصرت شيخنا. ما في عندي تفصيل، كونوا مع الصادقين. ولا يجوز التعاون مع الكفار والمشركين. ونحن كنا نتكلم مع الأخ هنا الفاضل أنه هو توهم أننا نتكلم عن نواياهم، ولذلك قال الله أعلم بنياتهم، ونحن نقول معه كذلك. لكن نحن اقتصرنا على آية في القرآن الكريم تجاوبا معك في حدود معينة، كونوا مع الصادقين، يعني تعاونوا مع الصادقين. فأردت أن أقول للأخ الفاضل أننا نحن لا نشك بأن ما فعلته السعودية خطأ فاحش جدا، لكننا في الوقت نفسه ما ندري شو كانت النية. هل كانت النية فعلا يعني تسليم البلاد للكفار، وأن يكونوا هم الأسياد وأهل البلاد هم العبيد، أو لا تصوروا أنه الخلاص من الهجوم العراقي
كونوا مع الصادقين، يعني تعاونوا مع الصادقين. فأردت أن أقول للأخ الفاضل أننا نحن لا نشك بأن ما فعلته السعودية خطأ فاحش جدا، لكننا في الوقت نفسه ما ندري شو كانت النية. هل كانت النية فعلا يعني تسليم البلاد للكفار وأن يكون هم الأسياد وأهل البلاد هم العبيد، أو لا تصوروا أن الخلاص من الهجوم العراقي المفترض أو المتصور يكون بالاستعانة بالكفار؟ وكل النيتين خطأ يا شيخ. أنا ما أتكلم عن النيات بالنسبة للسعودية. سامحك الله حيرتنا أنت هذيك ساعة بتقول الله أعلم بنياتهم، هل رجعت تحكم على نياتهم؟ القصد أنه بالنسبة للي عندنا هون ممكن المشايخ اللي في البلد يتعاونوا مرغمين على مع بعض الناس، ولكن الهدف معروف عند الجميع طبعا أنه الهدف يوصلوا لأمور لصالح المسلمين، كما حكينا انه ما لم يتم الواجب الا به او النص مش الصحيح بجوز الحال. طيب هل تكون نياتهم طيبة؟ ان شاء الله تكون طيبة للوصول. لا تقول يا اخي ان شاء الله لانك بتضيعها بعدين. هاي مشيئة بيد الله نحن ما نعرفها، يعني يا ابيض يا اسود. ما في عنا حلول وسطية. السعودية بيتت، السعودية بيتت نية سيئة من الأساس من قبل أن بس هذا لا من قبل الأمريكان لا بس هذا بيخالف مبدأه. إنه أنت عم تخالف مبدأك يا أستاذ، يعني نحن الآن ما بنقول لك أصبت أم أخطأت أعطي بالك، لكن أنا ما بريد المسلم يحكي كلمتين متناقضتين. صحيح. أنت الآن نقضت مبدأك، تقول أنه نحن ما نعرف نواياهم، الآن بتقول السعودية بيتنية سيئة مش على قضية الخليج. ما كمان لا توسع لنا للباب الثاني. أنت عم تحكي عن السعودية، أما عن قضية ما بهمنا. المهم أنك أنت عم تتكلم عن السعوديين أنه نيتهم سيئة، أما بأنه قضية هذا بحث ثاني. فهذا بنقض قولك شو بدرينا بنياتهم. أنا بقول لك شو بدريك، أفعالهم. توافي معي ولا ما بتوافي؟ مين هم السعوديون؟ هم هدول اللي بتقول نياتهم بيتين نيات سيئة. مين هدول؟ السعوديين. فأنا بحكي على مر السنين، يعني مش قصد أنه الأيام الشهور اللي فاتت، على مر السنين عرفنا أنه معليش يا أخي لا توسع. بارك الله فيك. يعني ما تأخذني أنت لأول مرة شرفنا بجلوس معنا. البحث العلمي ما بيقبل هيك وهيك وهيك وهيك. شردنا عن كل شيء. صح. إنما نحن منحدد الموضوع الآن، هل يجوز لمسلم أن يقول أنه الجماعة الفلانية نياتهم سيئة أو لا يجوز؟ مسألة تختلف فيها الأنظار، ونحن مع أننا ما طرقنا الموضوع لما أجبنا بالآية وكونوا مع الصادقين، ما طرقنا موضوع النوايا، لأنه أصل السائل ما تعرض للنوايا وإنما تعرض لهالتكتل وهالاجتماع، أليس كذلك؟ ما تعرض السائل للنوايا وإنما تعرض للفعل، وهذا التكتل والتجمع. وقال بلكي بتوجه له نصيحة. وسمعت كان جوابي فقط وكونوا مع الصادقين. كان جواب حضرتك ما بنعرف نواياهم أو ما بنتكلم في نواياهم، أليس كذلك؟ إذن نحن ما تكلمنا عن النوايا، تكلمنا عن الأفعال. وحتى نقرب لك الموضوع ضربنا لك مثال بالسعودية، وإذا بك تقفز ما شاء الله قفزة الغزلان. شرطت عن الموضوع.
لا عكست الدعوة، قلت نياتهم سيئة، مبيتين نوايا سيئة، وبعدين دخلت في شرح انه من كذا سنة. سبحان الله، كيف تجي بتقول انه نوايا هذه نحن ما لازم نتكلم فيها، وبعدين تجي بتخص دولة بتعد ملايين؟ عشان هيك انا دخلت في التفصيل انه دون ايش بيعدوا، 50 واحد، 100 واحد، 1000 واحد، 1,000,000 واحد، الى 1,000,000 واحد او 50 واحد وما بينها من الاعداد. حضرتك اردت انه ما نتكلم عن نواياهم، ونحن ما تكلمنا عن نواياهم، شلو انت بعدين تيجي تتكلم عن نوايا ملايين؟ انا قصدت الحكام بس ما قصدت الشعب بس لما بتقول السعوديين يعني تقصد الحكام؟ وهي الآن الحاكمين هم السعوديين، ولكن الباقي هم أهل الحجاز. كيف يعني؟ يعني كمان مدشرة يعني في ناس من أخواننا السعوديين من أهل الحجاز، إذا تقول له أنت سعودي يغضب، قل لا أنا مش سعودي أنا حجازي. لأنه من آل سعودي يعني. أين حجيزي؟ تذكر أن أنا كنت أقول لكم من شهور وقبل الفتنة أنه يخشى أن تقع الواقعة في السعودية ويقسموهم، تذكرون؟ هاي الآن بدأت النذر. لكن أنت ما تعرف أنه في بعض غير الحكام أيد الحكام؟ طبعا حتما لازم يصير. نعم صحيح. أيوة، ولا تزال تقول أنت تقصد فقط الحكام بالنية السيئة بالنسبة للسعودية. أي أي السعودية، في مشايخ سعوديين بأيد الحكام. ماشي، هذا كل واحد أجره على جنبه فيما يقول. لا ما أسألك عن هذا، كلامك لما بتخص السعوديين بالذكر، بعدين خصصت الحكام، وشو رأيك بالذين يؤيدون الحكام من السعوديين؟ مخطئين حتما. أنا ما أسألك مخطئين، أنا بقول هدول مخطئين وهدول مخطئين وهدول مخطئين، فأبيت علينا يقول هدول مخطئين، قلت الله على منياتهم. يا سيدي الله يجزيك الخير. أنا عقل الصغير يعني ما شاء الله بالنسبة لجنبك مش راح استوعب كلامك كله هسه. بارك الله فيك. كم من جلسة هيك مش ممكن استوعب. فيك البركة. أنا مش متابع نهائيا يعني أي إن كانت الجماعة. أنا رجل أبحث عن الصحيح. بس ذلك هو الظن بك. الله يجزيك الخير. أما جزء أعتقد الإخوة إني أتبع فلان وعلان، هذا كلام خطأ. أنا أتبع الإشي الصحيح اللي إني أقتنع فيه. أنا عمل لك بس عم أذكرك بمبدأك. الله يبارك. أنت خالف مبدأك لما بدأت تطعم السعوديين ونواياهم. نتعلم. خليك على مبدأك. لا، لكن خليك على مبدأك، لا تتكلم عن النوايا، الله أعلم بالنيات. لكن اتكلم عن الأفعال. ما فعلته السعودية في عندك شك أنه مخالف للشرع؟ لا طبعا. طيب، ما فعله صدام في الكويتيين عندك شك؟ باغية طبعا. لكن شو نيته؟ بينه وبين ربه. هدول الحكام السعوديين شو نيتهم لما جابوا البلاء الأكبر لبلادهم؟ الله أعلم بنيتهم. هذول اللي بدون يتعاونوا مع البعثيين والشيوعيين والآخرين الملاحدة شو نيتهم؟ الله أعلم بنيتهم. لكن هل هذا الفعل إسلامي؟ هل يتناسب مع الجماعة الإسلاميين؟ لا، لا يتناسب مع عزة الإسلام أصلا. فإذا لا تقول ما نعرف. لما نبدأ نجاوب عن الأفعال ونقول نحتج عليهم بقوله تعالى وكونوا مع الصادقين، لا ترجع تقول أنت الله أعلم بنياتهم، لأنه معناه حين ذاك خالف مبدأك الأخير اللي أوضحت لنا أنك أنت ما بتنتسب لأشخاص. نعم. شايف؟ أنا أتكلم من منطلق غيرتي على الإسلام، وأتمنى أنه يعود عزة الإسلام للواحد يمشي في الشارع يقول والله أنا مسلم.
صحيح يعتز باللحية، يعتز في دشداشته، يعتز في جميع شغلات الظاهرة، ومن ثم يعتز انه والله قد يكون مسلم صحيح. يعني هذا المنطلق اني بتكلم، وممكن اني بكون مرات بخرج عن المألوف في الحديث شوية. الله يجزيك الخير يا شيخ، بارك الله فيك. المهم انك يا اخي تفهم علي انا ماذا اريد. انه المسلم ما يكون ضايع. يعني مرة بيقول بالنسبة للناس عملهم خطأ الله أعلم بنياتهم، ومرة بيقول في مسلمين آخرين نياتهم مبيتة من كذا، هذو مسلمين وهذو مسلمين، أنت لا تعصب لا لهدون ولا لهدون، صح؟ فإذا ليش هون بتقول الله أعلم بنياتهم وهنيك ما منقول الله أعلم بنياتهم؟ هو احنا في هذا قلقلي ما نحبها لك ان شاء الله. اني بس اوضح نقطة، انه ما صدقنا وانه كلمة المسلمين ترتفع شوي في البلد، بغض النظر انهم مسلمين، يعني الناس اللي زي ما يقول الغريقة تعلق في القشة، فاذا صار في من هون ناس بتردمهم لا حول ولا قوة الا بالله. الواحد المسلم اللي يتمنى انه يظهر الاسلام بعزته ممكن يكون الغريق اللي يتعلق بالقشة هذه. هو هيك، نعم هو هيك. جزاك الله. مشكلتنا اليوم مشكلة كبيرة يا أستاذ. يا وأنت أخيرا يعني كأنك قربت الموضوع إنه الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. لكن هذا عايش في الحقائق ولا في الأوهام؟ حسب الأوهام. نحن ما بنحب المسلم يعيش في الأوهام. هل الرجل اللي صار وزير الأوقاف، وكنا نرجو أن يكون خير من سلفه الماضي. نعم. طيب. نعم. نعم. الجزائر. هذه يا سيدي بالنسبة للأمور هاي هي بتكون. أنا أشرت إلى شخص. نعم. أما انتهى شيء. أنت الآن تعتقد أن العراق أخطأت في الاعتداء على الكويت، شو رأيك وزيرنا الجديد راح أيد صدام المعتدي كما قلت أنت الباغي؟ شفت صواب هذا العمل؟ لا طبعا. أما شو نيته؟ ما بنبحث في نيته. أنا بدي أرجع عاد أخرب. القصد أنه يعني أنا تكلمت بالكلام هذا، الموضوع كله هو اللي بيؤدي إلى الأعمال الفردية اللي بيقوموا فيها المسلمين الآن. أنه إنسان عمل فردي نزل مثلا على فلسطين، أو ذهب إلى مكان معين عمل عملية وانقتل وراح، هذه هي أسباب العمليات الفردية اللي بتصير الآن. وإحنا ما بنصير عمليات فردية، بدها تكون عمليات جماعية إن شاء الله من هون وغاد. هذا القصد يعني. وأنا ما بقول معك عمليات جماعية، أنا هالجمع بفرده، الجماعات بفردها، يعني مريد نجعلها جماعة واحدة. لابد لازم الجماعة الناجية. بينما أنت هلا إذا بدنا نحاسبك على نيتك بتأيد الجماعات، نحن ما بنأيد إلا جماعة واحدة. لا أنت فهمتي خطأ معناته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤخرته قال بأنه يعني عم حول قضية بعض الجماعات بتعامل مع الديمقراطية والقومية ونحو ذلك، فغفر الله لهم، يعني كانوا في فترة من الفترات يحرمون على الناس التعامل مع الشيخ، أو يمنعون تلامذتهم أو كذا، وعدم ازدواجية في الدعوة. الآن يتعاملوا مع الديمقراطية ومع القومية ومع كذا. عن هذا التعليق نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا من باب التناقض اللي كلمت عنه من قريب الذي جعل هذا التناقض بوجهه ما يسمونه مصلحة الدعوة، كما وصفه الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه بأنه طاغوت. الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ ناصر؟ أحمد الله إليك، وكيف أنت؟ الله بخير، الله يسلمك، يعطيك العافية. الله يعافيك يا شيخ. الحمد لله، الله يسلمك. الوقت مناسب يا شيخ؟ أي نعم. الله يسلمك، يعطيك العافية. سلمك الله. الله يسلمك يا شيخ ناصر، الله يسلمك. شيخ يعني مكالمتي هذه الله يجزاك خير، يعني أبغى أسألك بارك الله فيك، في ظروفنا الحالية بماذا تنصحنا؟ يعني خاصة وأنت إن شاء الله يعني قد تقع حرب قد لا تقع، الله المستعان لا نعلم، بس نريد أن تنصحنا وإن شاء الله يعني كطلبة علم نسأل الله أن نكون طلبة علم صادقين. بارك الله، ذلك هو الظن. الله يسلمك يا شيخ ناصر. ما ودنا نصيحة منك يعني، والله يجزاك خير. قبل كل شيء، أنت وقفت على شيء من الأشرطة التي فيها رأيي. نعم، سمعتها منك، سمعتها وهنا يعني نتداولها بشكل يدوي، واسمها ألفية الباغية، اسم الشريطين لك يا شيخ. كويس. فبناء على ما كنا قلناه فلا نزال عند ما قلناه، والآن إذا وقعت الواقعة واعتقادي أن سوف لا يكون شيء من ذلك والله أعلم، لكن إن وقعت الواقعة فنحن ننصح المسلمين فضلا عن المسلمات أن يلزموا جميعهم أحلاس بيوتهم كما جاء في الحديث الصحيح، كونوا أحلاس بيوتكم، وهذا الحديث قد ذكرته في أكثر من شريط واحد، ذلك لأن القتال إن وقع فسوف يقع بين المسلمين بعضهم مع بعض، والكفار يتفرجون عليهم، وأي الفريقين من الطائفتين المتقاتلين انتصر فهو نصر للكافر، لأن فيه القضاء على طائفة كبيرة من المسلمين، سواء كانوا من هذه الطائفة التي أصلها هي الطائفة الباغية، أو كانت من الطائفة الأخرى التي هي الطائفة المبغي عليها، فإذا ما وقع القتال فسيهلك من كل من الطائفتين ما شاء الله، ويكون ذلك مما مكر له وهيأ له الصليبيون الذين احتلوا بعض البلاد الإسلامية اليوم دون أي جهاد، دون أي قتال. خشيت أن أقول جهاد فتداركت وقلت لا جهاد عندهم، ولذلك بدون أي قتال. فلو أن المعركة كانت بين طائفة من المسلمين وطائفة أو دولة من الكافرين، حين ذاك نقول يجب على كل مسلم يستطيع أن يحمل السلاح أن ينفر مع الناس كافة، وعلى الجنس الآخر وهم النساء أن يشاركنا فيما يتناسب مع أنوثتهن، ولا يحملن السلاح ولا يخالطن الرجال، لأن هذه ليست من الأمور التي يسمح بها الإسلام. لكن هذا بعيد المنال، أي سوف لا يكون القتال بين كافر ومسلم، بل سيكون بين المسلمين أنفسهم، ولذلك فما استطاع المسلمون أن يكونوا بعيدين عن مثل هذه المعركة فليفعلوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أدري إذا كنت دندنت حول ما نويت في نفسك حينما طرحت سؤالك بلفظك، أو أبعدت فدليني حتى أتعاون معك. والله كلامك يا شيخ بك الله خير، كل خير وبركة، الله يسلمك. الشيخ ناصر من نفس الكلام أصلا أسأل مثلا، هل يعني يكون
سيدنا القرآن وأن نقرأ كتب كتاب الجهاد في فتح الباري، نقرأ كتب معينة، نتضرع إلى الله بالصلوات. ليس هناك إلا الدعاء وإلا الاستنصار من الله أن يصرف عن هذه الأمة ما ألم بهم من الفتنة التي لا مثل لها في التاريخ الإسلامي كله. أما قراءة كتب الجهاد سواء من الحديث كتب الحديث أو كتب الفقه، فهذا أنا في اعتقادي لا يفيدنا شيئا، لأننا نقولها صريحة مع الأسف، ليس هناك راية ترفع للجهاد في سبيل الله، وليس من الوقت الآن أن نخوض وأن نفصل القول تفصيلا في هذه المسألة، وبخاصة أن المسلمين جميعا يعلمون أن الجهاد قد كان قامت قائمته ودالت دولته هناك في أفغانستان، فظل المسلمون في جميع أقطار الأرض يتفرجون، بينما كان الواجب عليهم أن ينفروا كافة كما جاء في القرآن الكريم صراحة. ولو أنهم فعلوا ذلك لم تبقى الدولة الشيوعية، لم يبقى لها قائمة حتى بعد 10 سنين من الجهاد في سبيل الله. ولذلك نأسف جدا أنه ليس هناك دولة مسلمة رفعت راية الجهاد حتى نهيئ أنفسنا بقراءة الآيات المتعلقة بالجهاد والأحاديث المتعلقة بالجهاد والأحكام الفقهية المتعلقة بالجهاد. هذا مع الأسف كما يقول النحويون لا محل له من الإعراب في هذه الآونة. الآن نحن في منطقة كرمان، أصبح هناك كثيرون من نفس هذه المنطقة يخرجون منها بعوائلهم إلى مناطق أبعد كجدة الرياض المدينة، ومنهم من يذهب بأهله ومنهم من يذهب بأهله ويعود. يعني تقريبا يعني ما أقدر أقول إيش نواياهم في الخروج هذا، فهل هناك حكم في الخروج من أرض الفتن؟ هل يعني شيء من والله إذا أردت الحقيقة كما هو شأنك ينبغي الخروج أن تكونوا جميعا رجالا ونساء بعيدا عن الأراضي التي احتلها الكفار وبدأوا ينشرون فيها عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم الكافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما كنت لابد أنك قرأت أو على الأقل سمعت مني أو من غيري قوله عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك، أي من خالط المشرك فهو مثله. وقوله عليه السلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. والآن الناس في كل بلاد العرب والإسلام يخشون أن تقوم المعركة التي أعلنها بوش هذا الكافر، ولذلك فهم يستعدون استعدادات عجيبة جدا، رأينا آثارها في بلدنا هنا، والآن نسمع آثارا جديدة في بلدكم هناك. فهم يخشون أن تقع الحرب وأن تدور دائرتها، ويخشون أن يصاب الأمريكان الذين يحتلون السواحل المملكة السعودية، ولذلك فهم يفرون بأنفسهم وأهليهم إلى الداخل. لا أرى مانعا من ذلك مهما كانت نيتهم، لأن الجهاد هنا غير وارد إطلاقا، إلا لو كان هناك جهاد مع اليهود أو جهاد مع مؤيدي اليهود،
وهم الأمريكان والبريطان ومن سايرهم من الكفار الصليبيين، ولكن لا شيء من ذلك. ولأن هذا غير موجود جعل بعض الناس ضعفاء العقول يتحمسون لكلام صدام ولا ينتبهون بأنه ظلام، لأنه رفع صوته بمحاربة الأمريكان، فهم يغترون بكلام معسول كهذا الكلام. واضح؟ القائد فيها خير من الماشي، الماشي خير من الساعي، وكان يخلقون بيوتهم وحدث فتنة بين القتال بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، فنسأل يكون لنا في ذلك هدي، يعني نجلس كما قلت احلاس بيوتنا ولا نسافر ونتركها بيوتنا. لا، إذا كان في هنا خشية فالابتعاد عن الفتنة يكون يعني خطوة أخرى لابد منها. إذا كان هناك خشية ولا يترتب من وراء الابتعاد مضرة فهذا لا بأس به. طيب شيخ، احنا مش عارفين المضرة، إنه يطولون غازات، يعني يطولون غارات، ما في شيء محدد، ونخشى أن يكون تشويش أو تهويش. نحن هذا الذي يعني قلت لك آنفا، أن الحرب في اعتقادنا ما هو إلا حرب كلام، لكن من باب الاحتياط إذا كان لا يترتب أي مضرة من الابتعاد عن المنطقة التي يغلب أنها ستكون محل المعركة فلا بأس من هذا التحفظ وهذا الاحتياط. على كل حال الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة، أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. نعم. الله يسلمك يا عبد الله. نعم فيك. رأيك في زيد المسلمون كجريدة تبنى الصوت الإسلامي يعني ولها اجتهاد في ذلك، ما رأيك في هذه الجريدة؟ لم أطمئن إليها. بناء على إيش يا شيخ؟ لأنها تنشر ما هب ودب، تنشر التوحيد وما يخالفه، والفقه السلفي وما يعارضه، وتنشر الأخبار التي يكون ضررها أكثر من نفعها. يا شيخ، تعرف أن جريدة المسلمون تحيد نفسها تصدر جريدة مجلة سيدتي الفاسدة وجريدة رياضية، ويعني على كل مستويات تصدر في الشرق الأوسط. أي أعرف الشرق الأوسط، أما ما ذكرته قبل ذلك لا أعرفه، وهذا مما يؤكد عدم اطمئناني للقائمين عليها. طيب يا شيخ، ننصح إذا نحن بعدم شرائها حتى يعني لا يعني يزيد الربح أو نكون يعني أعوان فيه؟ والله هذه نقطة فيها دقة، لا أستطيع أن أنصح كل فرد وكل طالب، لأن الخاصة من أهل العلم لا بد من أن يطلعوا على كل ما يصدر في هذا الزمان حتى يكونوا ملمين بأحواله وشؤونه. ولقد كنت قرأت منذ 30 سنة أو أكثر في بعض الكتب الفقهية أنه لا يجوز أن يتولى الرجل الإفتاء وهو لا يعرف أحوال زمانه، ومعرفة أحوال الزمان يتطلب من هذا العارف أن يقرأ كل شيء مما هب ودب. أما عامة الناس فما ينبغي أن يقرأوا إلا ما ينفعهم وليس فيه ما يضرهم، ولذلك يكون جوابي بإيجاز بالنسبة للخاصة لا بأس من الاطلاع على هذه الجريدة وغيرها ممن هي أسوأ منها أو دونها، أما عامة الناس فعليهم أن يقرأوا كتاب الله
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح. معنويات في الآخرة إن شاء الله يحشرنا إن شاء الله تحت لواء محمد. آمين آمين. أنتم من الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسلمك. الله يحفظك. من فضل بارك الله فيك. يصل إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظك. السلام عليكم.